بدوا هكا السنة سنة غزا الطائف مربعين ربيع طيب أيه. والبيوت يقول بيضا مضير، والسمن يقول النحاوة والعكك مليانة ولا نلقى معه نحط فيه، والبل والغنم يقول الضحى وهي شبعانة. يقولوا حين لنا إن في حاتم اللي قال له عبد العزيز بن سعود وإنه يقسم خيشه وقال له الله. واختف ربعي يقول يبون الخيشة والقلة، يقول تنعم ونعموا حنا في نعمة ما فيها إلا أنتم إلا حنا، ولا تسفون جدحكم بيديكم وش روح تروحون تدورون. قال لا أنا بيرو، قلت أجل كانكم لازمين أبركب قعودي وأروح للأخوان يقولون إنهم غازين للطائف أي. ويقولون إنهم حول النير هناك، بروح أجيب لكم حامض العلم. يقول اركبوا يوم جيت ولا والله هذه خيام الاخوان، يقول بيض كنها بعرة بن حجنة الخيام البيض شبهها بعرة بعرة. الله المستعان. يقول يوم قربت منهم ولا والله هذول الاخوان، يقول معصبين رؤوسهم بخرق بيض. يقول قلت انا ولد ابو كل هذول رؤوسهم توجعهم علامهم ها. يقولوا لهم تحلزينهم حول حضريين شلاخة رجال ولا حجره، ما عاد عقوها تحزير شيء اعوانات الصفر. يقول ما ادري هو من اهل الوشم ولا من اهل المحمل قرايا المحمل. يقول يظهر من خبنته طراقيس ويقرا عليهم. يقولوا ولا يوم قاموا يهشمون الرجاجيل، يقول عليهم الشره من فريس الحديد اللي يفكون المطلوب من الطالب ازحول الرجاجيل، يبسون سنهم ورعان. يقول انا ولد ابوي. يقول يوم قربت منهم قلت سلام عليكم، يقولوا اربع ثلاثة، قال ورا ما لبست مع عمي الجافي. يقول قلت البى، يقول انا علي عقال حق البعير رابط على راسه. وقال من ربك؟ يقولوا اليوم قالت في قلبي قع يوم اني ورعت اخذني ابوي مدينا للحاطه حاطه بني تميم. يقول راح للسوق، قبل لا يروح للسوق ادخلني في قصر من اليمين في ورائنا الحضر لهم العقه، يقول ما تحيلك بذن. قال له مطوع خذ الولد علمها العلوم كلها لين اروح اشري تمر واجيك. يقول علم من ربك ومن دينك ومن نبيك، والرابعه والله اني ضيعتها. قال من ربك؟ قال ربي الله. قال من دي؟ المهم قال له النبي حي ولا ميت؟ قلت اللي حي. يقول ما تعقب اللي حي. يقول توقف وقف يا رعي والله ما ادري. يقول ما يديره، يقول وقف وقف هم من 10 سنين. فانا رحت للمدينه بسلم عليه وزرت اصل الله، يقول في حجره الخضره وقايلين علي حرب هالسويه، وزرت اصل وقلت سلام عليكم من بعيد والله ما ادري عاد عقبها وحي امشي اللي فيك ولا فيك. يقولوا ولهم محرمين حليب البل، يقولون ان الشيطان انه يجيب لنا الرغوه والحليب، الله لا يرد لنا نصيب. يقولوا ومروا بجت النذره بركبهم وعجزوا لا يلحقوني. يقولوا انا اقطع قال قعودي وانحاش وخليه الله يدي. أنا أقول نستذكر هالمواقف. أيوة. أحمد الله على هذه. كم لها القصة ممكن؟ من عام هذه عام 42 غزا الطائف، أتوقع أنها 42 42 أو بهالحدود والله ما أدري. الله يرحم الله. لكن شوف الفرق بين الوضع اللي أيوة كانوا الله. والجهل اللي كانوا الناس يعانون فيه، وأنقذهم الله ثم بالموحد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. الله يجعلها النعمة دائمة ولا يزيلها منا، ونحمد الله عز وجل صباحا ومساء على هالنعم اللي احنا فيها الحمد لله في هالبلد الكريم. الجبال الله يرحمهم يعني معلق والكلوفه والتعب دائم. الحمد والشكر احنا في نعمه، وهذا ان شاء الله جزاهم جزا الحمد والشكر يوم القل. يعني كانت مثلا بوره نجد حلال يجي ويروح، واللي فيه ما عندهم اي شيء، ما عندهم صدقني ما في البيت لا صابون ولا اي شيء ما عندهم، الا كل اللي ياكلونه يومي. ويقول ترانا في نعمه، ترانا في خير، ترانا الله مغنينا، ترى الله رازقنا الحمد لله. لا فكان سبحان الله الفطره سليمه سبحان الله. الان من فضل الله احنا يمكن ما فيه مثلنا بالنعم، والله يديمها علينا ويديم الشكر والثناء. اما هذاك يا ابو عايض اللي جاي من برا الرياض يذكر ناس من عوائل معروفه يعني
يجون للرياض ويقولون بس مقابل اننا نشتغل تاكلونا توكلونا ما عندنا اكل على بطنك على انك تاكلني ما تراه ما بانا واجدادنا يعني الله مش الله. مش قبل 200 سنه تراه ما بانا واجدادنا اللي يقولون بس ناكل بشغل حتى يروحون للقصيم هاك الحين كان في مزارع القصيم والمناطق اللي فيها زراعه يشتغل بس مقابل العيش مقابل البجازه يقولون يعني البطن بس الله اكبر الله طيب الان ودنا ناخذ جوله كذا ما شاء الله ابو فيصل كل شوي